يحكى أن أعزائي المسلمين، يحكى أن أبا العتاهية لما كبرت سنه اعتزل الشعر، فطلب منه الرشيد أن ينشد شعر فرفض، فأمر الرشيد بحبسه. وكان الرشيد يحب غناء الملاحين في سفن المزهر، ولكنه كان يتضايق مما يسمعه من شعر مرذول يزيدونه سوءا بلحناته. ويحكى أنه قال: من من شعرائنا يصنع له شعرا؟ قالوا: ليس لهم إلا أبو العتاهية، لكنه محبوس. فبعث له الرشيد في الحبس أن يصنع له شعرا ولم يخرج عنه. فغضب أبو العتاهية وأقسم ليصنعن له شعرا يورثه الحسن والغم. اسمعوا ماذا قال. قال: خانك الطرف الطموح أيها القلب الجموح، لدواعي الخير والشر دنوم ونزوح، هل لمطلوب بذنب توبة منك نصوح، موت بعض الناس في الأرض على قوم فتوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغلي ويروح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. يحكى أنه لما غنى الملاحون بالشعر إذا الرشيد يبكي بكاء مر، وكان من أكثرهم بكاء وأغزرهم دموعا عند الموعد، ومن أشدهم عزما وقت الغضب. أفضل وليس أمر، اشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصل كل جديد.